القرشية صلى الله عليه داخل باخيل لوتسوس ليمتومي اللهم صل وسلم عليه. وبعد فأقول هو سيدنا محمد اللهم صل وسلم عليه ابن عبد الله ابن عبد المطلب واسمه شيبة الحمد حمدت خصاله السنية صلى الله عليه ابن هاشم واسمه عمرو بن عبد مناف واسمه المخيرة الذي ينتمى الارتقاء ابن قصي واسمه مجر سمي بقصي لتقاسي في بلاد قضاة القسية صلى الله عليه إلى الحرم المحترم فحما حما اللهم صل وسلم ابن كلاب واسمه حكيم ابن مرة بن كعب بن لوي بن خالد بن فه واسمه قريش وإليه تنسب البطون القرشية صلى الله عليه ما فوقه كناني كما جنح إليه الكثير وارض ابن مالك ابن النضر ابن كنان اللهم صل على محمد ابن خزيمة ابن مدركة ابن الياس وهو أول من هدى البدن إلى الرحاب الحرم صلى الله عليه وسمع في صلبه النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله تعالى ولبى اللهم صل وسلم عليه ورفعه إلى الخليل إبراهيم أمسك عن شار وأبى اللهم صل وسلم وأذنان بلا ريب عند ذوي العلوم النسبي صلى الله على الذبيح إسماعيل نسبته ومنتماه
بعرف الشهيد الصلاة